السلام عليكم اصدقائي، هذا الفلوج من احلى الفلوجات والجاي بعد احلى. كلش اشكركم على الانتساب اللي انا حكيت بيه بالفلوج الفات، وكل الاشخاص اللي سووا لي انتساب راح اذكر اساميهم بالفلوج الجاي. اللي ينتسب طبعا راح ارد على تعليقه وراح اعطي قلب، واللي ينتسب بانتساب ملك الداعمين البرفكتو هذا راح اتواصل وياه على اي موقع او على اي شيء ما التواصل. واكل العلم خانه خاصه طلع لي كل تعليقات المنتسبين فقط، فاكو واحد مثلا اعطاني الانستغرام مالته وتواصلت وياه. وحتى الشخص اللي اليوم انا حاب ادعمه بهذا الفلوج كلش اشكره مسوي الانتساب مال داعمين البرفكتو اللي هو عندي اقوى انتساب بالقناه، وكل داعم جديد راح نذكر اسامي بالفلوجات اذا نسيت الورا وهكذا. فيا شباب، اكو ولد اسمه مصطفى عايش بكندا يتابعني من كان عندي 50,000 مشترك، عنده حتى تعليقات قديمه بالقناه قريتها، والحمد لله وكلش يسعدني لما اقرا هيك تعليقات يقول لي انه انت السبب اللي خلتني افتح قناه، والحلو انه هو مبدع بالتصوير وكلش حلو تصويره. هذا الشخص اتمنى من صدق اخوان عمر زكي ان وصل 15,000 مشترك لان يستاهل، سوي طلعات واصدقاء مغامرات شو يعني كلش حلوه فيديوهاته. اتمنى صدق ندعمه حتى لو تشجيع، حتى لو لايك، حتى لو اي شيء يحدث فرق. كل يوم سبت ينزل لكم فيديو، وما اطول عليكم، رابط قناته اسفل الفيديو، اتمنى تفجرون ام قناته اشتراكات ولايكات وتشجعوا. اما الان مشاهده ام الممتعه لهذا الفلوج، وانتظروا الورا ترى احلى واحلى يعني شوي شوي. السلام عليكم، واخيرا اجى اليوم المنتظر. اليوم رايحين الى ولايه اوكلاهوما، وهذا اليوم اللي فترة كلش طويلة أنا أنتظره. وعلى مود هاي السفرة اشتريت الـ 2020 ماك بوك والدرون الزينة والجو برو هيرو 8 والكاميرا دا صور بيها وهواي شغلات حتى أطلع لكم محتوى أبو البوسة. حاجزين بيت بنص الغابات سعره $700 لليلة، اليوم راح تشوفوه، فكأنما اليوم مسافرين الدولة ثانية إن شاء الله. وهاي البراد جاهز والشاي جاهز، وباختصار اليوم هيك حتكون حياتنا. هذا الوحش مالتنا حطيناه بالجراج حتى نحافظ عليه. تدرون إحنا نعشق القهوة، فلازم تشيز قهوة للسفرة، وهالسيل باربي كان الزين هم للسفرة. دخلنا على مود شغلة واحدة طلعنا بكل هذا. الكمامة يبيعوها $7، بس تدرون أنا كسبت $20 لأن دائما أحط رقم أبويا هنا، إنه يعني عندهم كاستمر فيعطونا تخفيض. فجمعة المشتريات حصلنا $20 حطيها لابوي، كانما هذا المسواق هسه ببلاش $20 الطونه، انت تفهمون شويه اتعب بس الحياه سهله بس العبها صح. 3 ساعات ونص الطريق ان شاء الله الى اوكلاهوما. والله وبوقت الكورونا والحياه طبيعيه مثل ما هي، كل شيء ماكو عادي. بسبب الكورونا انا كله هيك دا اسوي نفس الشيء. هاي الدقم الله اعلم كم واحد كامشه، هاي لو قبل الكورونا كان ضعف السعر، يمكن $22 يطلع. هسه القالون هذا سعره كان ب$2.5 تقريبا، يعني هسه نص السعر البنزين. هاي الغاز ستيشن اللي انا دائما اخبصكم بيها اللي مثل المول، مول فتشي عملاق، كل شيء يلمع لمعان. تخيلوا هذه دخوليه الحمام فتشي عملاق، يعني اجلكم والله. هسه القهوه الزينه الاكس لارج هي زينه هذه، يمكن يا عيني على القهوه. هسه نحط له الكراميل ماكياتو. عمي امريكا كلها بسبب الكورونا صاروا يحطون هاي الزجاجه. المكان اللي رايحين له اقرب لولايه اركانساس حتى. المهم مكان يخبل، انتظر. الطريق كله هيك بين غابات، فتخيلوا يعني صدق طريق يفتح النفس ابد ما تمل، خاصه اللون الاخضر كلش يريح العيون. يا
شوفوا هذا فلتر من فلاتر الانستغرام، كلش حلو، اللي يحب ينزله تعالوا على الانستغرام مالتي، راح تلقوني مستخدمه وراه تقدرون انتم تحفظوه تستخدموه للستوريات مالتكم على الانستغرام. وهذا ثاني فلتر ويانا وهمينه كلش حلو، يطي لمعان الكل شيء ويطي يوزع اللمعان بطريقه كلش حلوه. الستوريات مال اوكلاهوما هاي راح تشوفوها، حافظها على الانستغرام على شكل دويره مكتوب عليها رحله اوكلاهوما مثلا، واكو مال ميامي فلوريدا، واكو مال لوس انجلوس، واكو مال نيويورك، واكو مال هيوستن واوستن، واكو مال ولايات ثانيه همينه، اكو مال جامعه هارفارد همينه، بوسطن وولايه يعني اسمها ماتشاتشوتشو مع اسمها صعب، ولايات هوايه انا زايرها كلها الستوريات هناك على الانستغرام. فشيء بسيط من الطبيعه بامريكا، والله الجو يخبل طبيعي، صار التبريد مال السياره فشيء منعش. ضايقين انتو سندويش الشبس، جربوها بحياتكم مره كلش طيبه، واذا تحطوا لها جبن تصير بعدها طيب. شفت شرطي فهسه نسوي هيجي بحيث انه نقول للعالم انه ترى كان اكو شرطي هنا، فهيجي احنا نسوي خير. شوفوا شلون هنا صار اكو ريبورتد شرطي، وطبعا هذا المكان اللي احنا هسه راح نروح له نوصل له اسمه بروكن بو. فهاي يا اصدقائي لازم ندخل من هنا، يا سلام الله يستر، هو كل شيء بين الغابات اليوم. والله ما شاء الله شوفوا، واو ما شاء الله لا قوة الا بالله، هذا كل اشياء طبيعة. بيتنا راح يكون مثل هذا بالضبط، فخلي ارويكم مثال على البيت قبل ما نوصل لبيتنا. فهذا واحد من البيوت اللي تأجروها الله اعلم، كل بيت على حسب الغرف، على حسب المكان، على حسب الشركة اللي مأجرته. هنا أنا بنص الغابات، وشوف الليلة ايش قد تطلع عليك. احنا مالتنا ليلتين ب 1400 دولار تخيل، وهاي عود وقت الاسعار المفروض رخيصة بوقت كورونا وما حد يحجز، ولازم تحجزون من وقت، اكو ناس يحجزون من قبل شهر. وهذا يا اصدقائي بيت ثاني، مثلا هذا همينه له اسم معين وله عدد غرف معين، شوفوه ياته The Elkhorn، هذا اسمه اسم البيت The Elkhorn. هذا هسه وصلنا للعنوان صحيح، فهسه كله بالورقة بدون جي بي اس، يقول لك اطلع لي قدام مثلا 9 مايل بعدين اخذ يسرى بعدين حتشوف هيجي وقف يمه الى اخره، يعني بنص الغابة هناك جوا البيت اللي احنا ماخذيه. الله وكيلكم بهواي شغلات هاي المنطقة نقدر نسويها بها، حتى خريطة هالقد ما الطريق صعب، وهاي احنا كلت سيارات لازم نلحقها هي حتودينا، ماكو حتى بالخريطة ما يطلع فتشي بنص الام الغابة. وهلا بالايس كريم عمي ابو الايس كريم. الطريق والله بعده غريب عجيب. هذا البيت اسمه ليف ذا دريم، يعني عيش الحلم، اللي يريد يجي يعيش الحلم من هنا ب 700 دولار الليله. وهذا همينه بيت الاخ مأجري اسمه داي تريبن. وهذا همينه بيت الاخ اكثرها احس ما متأجرات، نصهم ما متأجرات. هذا البيت اسمه تيك ات ايزي. وات صار لنا ربع ساعه بالطريق، والله طريق عجيب. وهلا ابويا بالبيت مالتنا اللي حسوي فوقها التطير الزينه هسه بعد ثواني. وهذا هو البيت، تعالوا خليني اخذكم في جولة في هذا البيت الفخم اللي من احدث الاشياء موجوده به. ايه هلا يا سلام. هلا السلام عليكم. سلام. يا سلام. اوكي اول شيء خلينا ناخذكم في جوله في الطابق الاولي. اوكي اكو عندنا فاير، اكو عندنا تلفزيون، اكو عندنا هذا المطبخ الحلو، كل اشياء حديثه هنا، أنا كل شيء موجود ومتوفر، يعني خواشيق، ملاعق، اشياء مال الطبخ، عندنا سوالف القهوه، عندنا الاوفن، عندنا كل انواع الجلاصات والسوالف. فهاي فقط القعده هنا، أنا شوفوا بس القعده وشوفوا ايش تحكي. عندنا خاوليات، عندنا خل ارويكم المنظر، خليني ارويكم المنظر البرا. عندنا الجاكوزي هنا احلى شيء، هنا الجاكوزي احلى شيء بنص الغابه، مرات تطلع لك غزلان هنا يقول لكم، فمو هنا الجاكوزي، هناك هاي شغلات الشوي، راح نقعد نشوي كلها جاهزه، اكو بانكات، تلفزيون حتى برا، اكو حتى مكان خاص مال العاب للاطفال، يعني هذا المكان كل يتالنا. وهناك هسه بالليل نشعل الحطب ونحط نار ونقعد سويه ونسولف والشاي زين. فهذا هو المنظر الخلفي مال البيت، او هاي الباحه مال هذا البيت اللي هو عبالك فيلا رائعه تخبل، وهناك السيارات حاطيها فتشي تبنص غابه، الطبيعه الاجواء فتشي خنفوشاري. وهذا الدش مال التلفزيون والانترنت وهالسوالف. طبعا هاي السوالف كلها بالفلوجات الجايه راح اراويكم اياها، طبعا تقدرون تشتروه تحطوه ببيتكم بامريكا، بس سعره 5000 دولار هيك شيء، جاكوزي متنقل تشتريه ببيتك. فكل شيء راقي راقي ونظيف وجديد. اما الان تعالوا، او ماي جاد حتى اكو العاب تاركين لنا، يعرفون انه احنا راح نظل هنا وكورونا، يعني العاب تحاطين لنا، والله ما شاء الله. اليوم خل اراويكم هاي الغرفه مالتي، ما شاء الله تلفزيون الزين، هنا أنا عندي طل على الغابه، هذا الفراش الزين همين عمي. اما الان تعالوا خليني اراويكم الحمام اجلكم الله، ايش قد عملاق، ايش قد حلو، حاطين لنا مال اثنين مغسله، شنو مطعم احنا؟ هاي شنو هاي؟ اكو هنا قاصه يمكن لازم نفتحها، هاي مكان الدوش هنا. وات
فكل الأقولة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أي والله ما شاء الله فتشي صدق فخم جدا. فالحمد لله مالتنا البيت جديد وتاركين لنا حتى مشروب أشاق وياكم هذا مال غسيل سوالف تنظيف. حتى هذا بيتي بالمستقبل أحب أشتري. أوكي خلينا نشوف الثلاجة ما تاركين لنا شيء ما بيها كل شيء بس نظيفة كل شيء يلمع جديد. هاي الأشياء ما تنظيف وأكو إنترنت إن شاء الله يا رب الإنترنت يكون فول قوي. أما هذه فهي الغرفة الثانية يا أصدقائي. طبعا هذا البيت عبارة عن ثلاث غرف فمن هنا نرجع لورا وقبل يا عيني يا عيني على الغرفة الثانية. شوفوا ما شاء الله يبوه والله الغرف تخبل. شوفوا يبوه هي تخبل هنا بس شوفوا الوسع بحيث تعطيك راحة نفسية. شوفوا ايش كبراتها واو صدق يستحق ايضا كل دولار نصرف على هذا البيت. اما الان راح نطير الطيارة. مستعدين الان تصيرون بالجو؟ واحد اثنين ثلاثة